عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده انا رايح الجيم وما عنديش وقت، 45 دقيقه بالظبط ومستعجل، وهدفي ان انا عايز اخس واطلع لياقه بدنيه. هعمل ايه؟ عندي لفه اسمها فول بادي سيرك وثمان تمارين بمقاومه، عايز كل تمرين 15 عده، بين كل تمرين والتاني هعمل تمرينين، واحد اسمه جامبنج جاكس عايز منه 20 عده، والتمرين الثاني كرانش او بطن نص طلعه وعايز 20 عده زي ما تشوف. خلص اللفه بتاع كل لفه هريح دقيقه ونص وبعد كده عايزها تاني. Rock the microphone straight from the top of my dome. Freestyler, rock the microphone. Carry on with the freestyler. Smell it.